ديالنا كجمعيه شعلة للتربيه والثقافه جهه الدار البيضاء ستات. فد الكرنفال جاءت بدعوه من اللجنه المنظمه للمهرجان، وبطبيعه الحال لبينا الدعوه كمجموعه ديال الاطفال المشاركين معنا في المخيم اللي كينتميو لمجموعه ديال المدن من المحمديه حتى لستات، يعني جميع المدن المنتميه لجهه الدار البيضاء ستات. بطبيعه الحال وكتجي كتتويج التواجد ديالنا بمدينه الجديده، المدينه العميقه في التاريخ وكذلك مدينه سياحيه جميله مغريه. لبينا المشاركه ايضا من اجل ترسيخ شعار المخيم، مخيم جمعيه شعلة للتربيه والثقافه، اللي هو المخيم فضاء للتربيه على قيم الحيوان.